وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من المنامة الدكتور شيخ خالد بن خليفة الخليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي. شيخ، بداية نرحب بك، وكما تعلم بأن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ، هل لك أن تحدثنا أكثر حول ذلك؟ بلا شك أن طبعا فرحة العيد الوطني الإماراتي هي فرحة عيد البحريني أيضا، والعلاقات التاريخية بين البحرين والإمارات علاقات في الحقيقة بدأت منذ بدايات تكوين الدولة على الساحل العربي من الخليج. وفي القرن طبعا بداية القرن التاسع عشر في الحقيقة كان هناك نوع من التعاون والتحالف بين الإمارات والبحرين، خاصة أبو ظبي والبحرين، على تأمين أمن مياه الخليج، لأن في تلك الفترة كان هناك اعتداءات على سفن التجارة وغيرها، وكان هناك تعاون في الحقيقة وطيد بين الجهتين، بين أبو ظبي خاصة والبحرين، لكبح جماح طبعا هذه الاعتداءات التي يعني تؤثر على مسيرة التجارة والاقتصاد في المنطقة. ثم تأتي إلى مرحلة جديدة مع بداية القرن العشرين، وهي مرحلة الزيارات المتكررة رسمية. من بدايات القرن العشرين في الحقيقة كان هناك زيارات متكررة للقيادات السياسية، هي التي بالحقيقة اليوم نشهد لها طبعا، أو التي تعتبر كانت القاعدة التي نشهد أو تقوم عليها العلاقات اليوم يعني، وخاصة بين الشعوب. هذه الزيارات الرسمية بالحقيقة فتحت أفق كبيرة جدا للتعاون والتلاحم الشعبي، ورأينا ذلك في كثير من المحافل وفي كثير من طبعا الأحداث التي مرت على المنطقة يعني، وخاصة بالتحديد يعني في فترة حكم صاحب السمو والمقول له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان، وكذلك صاحب سمو رئيس الدولة في الإمارات الشيخ زايد رحمه الله. هذه فترة طويلة جدا، وكانت فترة توثيق تلك الزيارات والعلاقات إلى درجة أننا أصبحنا ليس فقط قيادات سياسية، ولكن أيضا كشعب عائلة واحدة يعني. الآن طبعا إضافة إلى ذلك نضيف أن كون النسب موجود، فإننا بالفعل نشعر بأننا عائلة واحدة بين الإمارات والبحرين يعني. إذا الشيخ، الآن في إطار منظومة مجلس التعاون هناك تعاون بين مملكة البحرين وأيضا دولة الإمارات العربية في كافة المجالات، ما هو تقييمك لمستوى هذا التعاون خصوصا فيما يتعلق بالمجالات الثقافية والعلمية أيضا؟ لنبدأ في قضية التعاون هنا في الحقيقة، يعني طبعا في التاريخ المعاصر البحرين في الحقيقة اتجهت لتكون عضوا أساسيا في الاتحاد التساعي، اللي هو طبعا كان يشمل الإمارات بالإضافة إلى البحرين وقطر، وكانت البحرين في الحقيقة يعني سباقة، وكانت متجهة إلى الاشتراك وأن تكون ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن طبعا التدخلات الخارجية والأطماع الخارجية خاصة من إيران هي التي طبعا حالت دون ذلك يعني. ثم الاتحاد الآخر طبعا فشل ذلك الاتحاد، فقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على ذلك الفشل. ولكن هذا الفشل أيضا هو الذي دعا إلى قيام مجلس التعاون الخليجي، اللي فيه طبعا بلا شك دور كبير جدا لهم الإمارات والبحرين والسعودية. ودور مجلس التعاون في الحقيقة هو يعني يؤكد تاريخ التعاون بين دول المنطقة ووجهة النظر الخارجية لدولة الإمارات العربية ومملكة البحرين، خاصة في السياسة الخارجية. وبالتالي أصبحنا طبعا في الحقيقة نتجه أو صنعنا سياسة خارجية واحدة موحدة بيننا وبين الإمارات وبين المملكة العربية السعودية، وواضح جدا الإثبات يعني القاطع هو أننا شاركنا وساهمنا مباشرة في عاصفة الحزم،
وثم أيضا في التحالف الإسلامي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ونحن في الحقيقة وراءنا يعني مع البحرين والإمارات والسعودية وراءنا في الحقيقة طبعا تاريخ من التعاون. فنحن شاركنا في تحرير حرب تحرير الكويت، وشاركنا في الكثير من المحافل الدولية. العلاقات كما ذكرت طبعا العلاقات الثقافية والعلمية بلا شك أن لدينا الكثير من التعاون بين مراكز البحث العلمي والثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبين البحرين. يعني هناك بالحقيقة اتفاقيات، وليس فقط اتفاقيات ولكن هناك تعاون حتمي وفعلي شبه طبعا يومي بيننا اتصالات مباشرة. إذن لضيق الوقت من المنامة الدكتور شيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، شكرا جزيلا لك.